شوف هذا السؤال، أعطانا هذه الرسمة وأعطانا مجموعة من المعطيات وقال لنا أثبت أن المثلث PLM يطابق المثلث JLK. يعني طالب مننا أننا نثبت أن هذين المثلثين متطابقين. عشان نثبت أنه مثلثين أو أي مضلعين متطابقين، لازم نثبت أنه جميع الأضلاع متطابقة وجميع الزوايا متطابقة أيضا. طيب خلينا نشوف المعطيات. أعطانا أنه الضلع PM يطابق الضلع JK وحط العلامات على الرسمة، وأعطانا برضو أنه الضلع PL يطابق الضلع JL وبرضو حط العلامات على الرسمة. طيب والضلع الأخير أعطانا أنه L تنصف KM، يعني طول هذه القطعة حيساوي طول هذه القطعة، يعني حتكون مطابقة لها. نحط الإشارة على الرسمة. نجي بعدها للزوايا. أعطانا أنه الزاوية P تطابق الزاوية J، ممتاز، ولأنه هذه تقابل هذه بالرأس أجل أكيد حتطابقها، ونحط العلامة. صار عندنا مثلثين فيهم زاويتين متطابقتين، أجل أكيد الزاوية الثالثة حتكون متطابقة أيضا من نظرية الزاوية الثالثة. يصير برضو أثبتنا أنه جميع الزوايا متطابقة، يصير المثلثين متطابقين. نبدأ نكتب. ضلع PM يطابق الضلع JK، والضلع PL يطابق الضلع JL، وهذا معطى. وبما أن طول القطعة LM يساوي طول القطعة KL من تعريف نقطة المنتصف، إذن القطعة LM تطابق القطعة KL من تعريف التطابق. خلصنا من الأضلاع، نجي للزوايا. الزاوية P تطابق الزاوية J وهذا معطى، والزاوية MLP تطابق الزاوية JLK لأنهما زاويتان متقابلتان بالرأس، والزاوية M تطابق الزاوية K من نظرية الزاوية الثالثة، إذن المثلثان JLK و PLM متطابقان من تعريف المضلعات المتطابقة. إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات، وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضح.com واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة، وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاوبك عليه.